اهلا واضح، انا سنتيا خليفة. يا عيني تفضلي. شكرا، انا بحبك قوي يا واضح من زمان. انا عندي مسلسل امريكي، مسلسل لبناني سوري، ومسلسل مصري، والثلاثه بجد 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 فخوره فيهم قوي قوي قوي، ونفسي قوي كلكم تشوفوهم. هديكم بريف سريع كده. Paper Empire هو المسلسل الامريكاني اللي رحت صورته في ميامي وراجع اكمل تصويره. هو كذا سيزن، بس انا السيزن يعني انا احنا دلوقتي في سيزن 1، لسه بيكتبوا سيزن 2. 14 حلقه كل سيزن، الى جانب روبرت دافي، دينيس ريتشارد، كيوبا جودينج جونيور، اسماء كبيره جدا، وانا فخوره ان انا واقف جنبهم، ومن اخراج روبرت جيلينجز. وبلعب دور سي اي اي ايجنت من اصول عربيه. اما دلوقتي فالحماس جاي على على 8 ايام. مدهمات، قتل، جرايم، انا بوليس محقق، جانجسترز، مافيات، متصور بطريقه ضخمه جدا. بجد I'm very excited عليه، مش بس لانه بطولتي ولا جانب ماكسيم خليل، انما انا عارفه متاكده من نوعيه الانتاج او نوعيه الانتاج والفن اللي فيه، من مستوى الانتاج. انا امشور ان هو ممكن يعدي الزبادي جيوغرافيا البلد اللي صورنا فيه، ممكن يوصل لابعد حدود في الوطن العربي، وان شاء الله عالميا اذا اترجم. وهو بس 8 حلقات سريعين، كنايه عن مسيره محققين وجرائم 8 ايام، يعني كل حلقه يوم من الميشن دي. فبنصحكم تشوفوه بجد وتدوني رايكم. طالعه نو ميك اب ات اول، كنت بجد عايزين نروح للحقيقه خالص، برضو ده عندي حبوب وكده وحسنات سايباهم، عايزه بجد نكون حقيقيين، بحارب، بعرق، بنزف، يعني كل حاجه للاخر اكستريم بالحقيقيه بتاعته. يا رب يعجبكم ويكون قريب ليكم، وتحبوا اخراج مجد سميري مخرج عالمي، وانتاج فالكن فيلمز، ومع ماكسيم خليل واسماء كتيره من لبنان، بديع ابو شقره والياس ازيك. المصري بقى، احنا امريكا، لبنان، مصر، قواعد الطلاق 45، مسلسل من اخراج مصطفى ابو سيف وانتاج اس برودكشن، بدا على شاهد لايت كوميدي، تحفه تحفه تحفه، مش هتعرفوا توقفوا الابيزود، بليز شوفوه. لايت كوميدي بيتكلم عن الحياه اليوميه بتاع بالزواج، بالطلاق، بالستات، بالرجاله. لسه بس بشوف سكريبتس دلوقتي، لسه ما فيش حاجه تعقدنا عليها، يعني في حاجات كده زحمه بتحصل، وبجد لازم تعرفوا ان كل حاجه بتحصل اخر ثانيه في رمضان. يعني السنه اللي فاتت الاعمال اللي مديتها في الاخر، كنا بنتكلم في اعمال مدينها 5 ايام قبل التصوير، فيعني لسه الحاجات بتبدا تبان في اخر السنه ان شاء الله، بس في حاجات كده نتكلم فيها، يعني ان شاء الله هختار الانسب والاحلى في الوقت ده للجمهور المصري. شكرا واضح. I love you.